السلام عليكم متابعين ديالي الاعزاء، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده. جيت اليوم ان شاء الله نقدم لكم حلوى الكاوكاو اللي كنديروا في الكواغد. كنحتاجوا ليها كيلو الكاوكاو. غندير معكم مباشره، عندي هنايا كيلو الكاوكاو مطحون محمر ومطحون، عندي هنايا كاس ديال الزنجله محمر ومطحون. نتوما عندكم اختياري، ولا بغيتو ديرو الزنجله نديرو، ولا ما بغيتوش ديرو ما ديروش. عندي هنايا سكر كلاصي طاسه، عندي هنايا ملعقه ديال القرفه، غندير الزيت طاسه الزيت، غنزيد طاسه اخرى، يعني جوج طيسان ديال الزيت وطاسه السكر، غنخلط مزيان، وغنزيد وغنجمع العجينه ديالي بالطحين. دابا البنات بديت كنزيد الطحين الخليط ديالي، غنبقى نزيد شويه بشويه حتى نحصل على عجينه رطبه، المهم تجمع ليا ونكورها. المهم نوري لكم القوام ديالها، تابعوا معايا البنات. ها هو القوام ديال الحلوه ديالنا، كتجي رطبه. هاد الحلوه ما كتمشيش فيها الخميره، فهمتي؟ كتجي هي من الشكل اللي غديري عليها غتبقى هكا صافي. غنستفها هنايا في الطاوه، تابعوا معايا البنات حتى نسالي ونقدم لكم الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي اللي كتجي زوينه ولذيذه. هي البنات الحلوه ديالنا، دابا غندخلها للفران وغنخليها تطيب من تحت، ومن بعد نشعل عليها من فوق باش تحمر. تابعوا معايا غنوري لكم الطريقه ديال التزيين ديالها. البنات كندردر عليها من فوق السكر كلاصي، ومن بعد غنديرها في الكواغط. هاد الطريقه احسن، ما كتهج السكر بزاف، لحقاش منين كنفندوها في السكر كتهز السكر بزاف، ما كتجيش، كتجي حلوه بزاف. هاد الطريقه احسن، كنقصوا شويه من الحلاوه. ها غنلويوها في الكواغط بهاد الطريقة، غنستمرو حتى نكملو الحلوة ديالنا كاملة. ما تنساونيش البنات من الكومنتير واللايك والبارتاج، الله يجازيكم بخير مع احبابكم وصحابكم باش تكبر القناة ديالي. كنشكركم بزاف على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله، بقاو معايا.